السلام عليكم ومرحبا بكم. بالنسبة لساكنة مدينة نيويورك أو بعض الناس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما شاهدوا أو سمعوا بخبر مفاده اعتداء 4 مهاجرين غير شرعيين على شرطيين في نيويورك. سوف يظهر لكم بعض المقتطفات أو سيظهر لكم بعض الصور المصغرة، لأنه ربما إدارة اليوتيوب لن تسمح لي بوضع هذا الفيديو. فهناك فيديو قبل أيام نشر على منصة التويتر ويبين تعرض شخصين شرطيين، واحد شرطي والثاني ملازم ليوتننت في مدينة نيويورك، لاعتداء بالضرب والركل على الرأس من طرف 4 مهاجرين غير شرعيين. البعض منكم سوف يقول أن الأمر عادي، هذه الولايات المتحدة الأمريكية، دائما نسمع إطلاق نار، نسمع اعتداءات، تعرض شرطة لاعتداء، لكن هذه المرة الأمر غير عادي. لماذا غير عادي؟ أولا لأن هؤلاء مهاجرون غير شرعيين، ثانيا أن هؤلاء تم إطلاق سراحهم ساعات بعد إلقاء القبض عليهم بدون كفالة. هذه من الأمور التي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن حينما يلقى القبض على بعض الناس في جرائم، في اعتداءات، فتكون هناك كفالة، البيل، كفل 10,000 دولار، 5,000 دولار، 100,000 دولار، مليون دولار، وهكذا. الأمور تختلف من شخص إلى شخص، ومن جريمة إلى جناية إلى جنحة وغيره من الأمور. فعلى كل حال، الفيديو كما قلت يوثق لعملية اعتداء ل4 أشخاص. هؤلاء 4 أشخاص هم مهاجرون غير شرعيون يقطنون في ملجأ في مدينة نيويورك، يتم إيواؤهم من أموال دافع الضرائب في نيويورك، تغذيتهم وغيره من الأمور، ويعتدون على هؤلاء أفراد الشرطة، وبعد لحظات يتم إطلاق سراحهم. فالكل بدأ يتساءل من خلال مشاهدة هذا الفيديو، أين الأمريكيين؟ أين ساكنة نيويورك؟ كيف يعقل ل4 شبان أن يعتدوا على شرطيين في مدينة نيويورك ولا أحد تدخل لفض يعني النزاع؟ فهذا يعني خطاب كما قلت على وسائل التواصل الاجتماعي لساكنة نيويورك، لماذا لا تتدخلون؟ لأن هؤلاء مهاجرون غير شرعيون، أموال دافع الضرائب هي التي تدفع مصاريف إيوائهم، أكلهم، تدريسهم، علاجهم وغيره من الأمور. فكان هناك يعني غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، الكل علق على هذا الحدث. الغريب في الأمر أنه في هذا الأسبوع تم تمرير تقريبا 3 قوانين لمصلحة المهاجرين الغير شرعيين. 3 قوانين لمصلحة المهاجرين غير الشرعيين. أما الشباب فتم يعني إطلاق سراحهم، وتقدم بعض الصحفيين لسؤالهم وقاموا ببعض الإيحاءات التي ربما ستظهر لكم في بعض الفيديوهات، أو سوف أضع صور كي أشرح لكم ما وقع. فعلى كل حال، الوقت الذي يتعرض له أمريكيين للضرب والعنف من طرف مهاجرين شرعيين، يلقى القبض عليهم بعد ساعات، يطلقوا سراحهم. السؤال الذي سوف أطرحه عليكم، تصوروا لو أمريكي أو مواطن عادي عنده إقامة، مثلا شخصيا، مثلا أتحدث عن نفسي، لو مثلا قمت بنفسي العمل وشتمت شرطي أو دفعت شرطي أو ضربت شرطي، ما هو الأمر الذي سوف يطبق عليه؟ السجن، السجن والغرامة. إذا كان مثلا عربي أو مسلم، أقل شيء إرهابي، أقل شيء مسلم إرهابي. يعني جميع القنوات الأمريكية سوف تتحدث على أنه، لاحظوا ماذا قام به هذا الإرهاب. لكن في هذه الحالة، هؤلاء العناصر وهؤلاء المهاجرين من فنزويلا يتم إطلاق سراحهم، بل كما قلت أنهم قاموا ببعض الإشارات لعدسات الكاميرا للصحفيين التي تبين أنهم غير مهتمون، ويعني بالنسبة لهم الأمر عادي، ما وقع الأمر عادي. فماذا مررت ولاية نيويورك؟ ولاية نيويورك مررت 3 قوانين، سوف أتحدث لكم على أول قانون، والقانون له علاقة بالقضية. فالقانون
تم طرحه في مجلس النواب يعني في الكونغرس على المستوى الفيدرالي. تم طرح قانون، القانون يطالب بترحيل يعني هؤلاء الأشخاص الذين اعتدوا على عناصر الشرطة. مشروع القانون صوت عليه 59 ديمقراطي، نعم يجب ترحيل هؤلاء إلى جانب جمهوريين، لكن سوف تفاجئون حينما تشاهدون أنه صوت ضد هذا القرار 150 ديمقراطي، يعني 150 ديمقراطي ضد ترحيل هؤلاء المهاجرين الشرعيين بالرغم من أنهم اعتدوا على عناصر الشرطة الأمريكية. لاحظوا ماذا يقع في الولايات المتحدة الأمريكية، لاحظوا ماذا يقع في نيويورك. نيويورك هي الهاوية، أقولها بصراحة. بعض الناس سوف يقول يأخذ كاميرا ويخرج في شوارع نيويورك ويقول لاحظوا الناس تعيش، ليس هناك مشاكل، ليس، لكن الواقع هو هذا. لا يعقل أن إنسان اعتدى على شرطي وفي الأخير يتم إطلاق سراحه بعد ساعات، ويصدر قانون، قانون مشروع قانون يصدر في الكونغرس من أجل فقط ترحيل هؤلاء، ويتم معارضة القانون من طرف 150 ديمقراطي. كما قلت، تصوروا لو مغربي أو مصري أو عراقي أو شامي أو أي جنس عربي أو مسلم اعتدى على الشرطي، ألن يتم ترحيله في الفور؟ ألن تتم يعني توجيه أقصى التهم إليه، وأن لا يتم وصفه ب يعني الإرهابي أو شيء من هذا القبيل؟ لكن هؤلاء قانون في الكونغرس يرفض. حاكمة ولاية نيويورك، حاكمة ولاية نيويورك تحدثت على أنها سوف تفكر في احتمال ترحيل هؤلاء المهاجرين أم لا، سوف تفكر. فهذا كما قلت دليل على أن هناك مشكل في يعني تسير الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك، أنه هناك قانون آخر تم تمريره مؤخرا يمنع سجن المهاجرين الغير شرعيين الذين يتسببون في حوادث السير تحت تأثير الكحول. يعني مهاجر غير شرعي يسوق سيارته، ضرب شخص ما وهو كان مخمور، لا يجب سجنه، لكن شخصيا أنا مخمور ضرب شخص سجن، فهل هذا يعني من باب العقل؟ وهل هذا عدل؟ الآن مؤخرا يوم الجمعة بدأ الحديث على مشروع، هذا المشروع سوف يكلف 53 مليون دولار في مدينة نيويورك، 53 مليون دولار. تعلمون ما هو هذا المشروع؟ هذا المشروع من خلاله سوف يتم منح كل مهاجر غير شرعي prepaid credit card، بمعنى سوف تمنح له بطاقة كل شهر سوف يحصل على 1000 دولار. هذا في نيويورك. من أين تأتي هذه الأموال؟ أليست من أموال دافع الضرائب؟ لأن إيريك آدمز عمدة نيويورك لن يدفع 53 مليون دولار من جيبه، فهذه الأموال من خزينة الولاية أو خزينة الدولة، مع العلم أنه مؤخرا كان يطلب من الحكومة الفيدرالية دعمه ويطلب من أثرياء نيويورك دعمه، لأن نيويورك أصبحت غير قادرة على إيواء هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. الآن يتم الحديث على قانون من خلاله سوف يتم منح كل مهاجر غير شرعي 1000 دولار على شكل prepaid card، يعني كل شهر سوف يدخل 1000 دولار لهذه البطاقة. فهل هذا يعني الأمر عادل؟ وكما قلت لألخص لكم، تصوروا لهذا الأمر وقع مع مهاجرين من جنوب الصحراء من أفريقيا، أو مع مهاجر من شمال أفريقيا أو من الشرق الأوسط، مسلم عربي، ماذا سوف يقع معه؟ كل القنوات الأمريكية سوف تتحدث عليه وتصفه بالإرهاب إلا هؤلاء. لكن هناك غضب في الولايات المتحدة الأمريكية
بسبب هذا الأمر، وهذا دليل على أن هذا الأمر لن يتوقف هنا، لن يتوقف على الاعتداء على الشرطيين في نيويورك، بل لن يجب علينا أن لا نصدم إذا رأينا أحداث مشابهة في بعض الولايات الأمريكية لتعرض عناصر شرطة أو ربما حتى للناس للمهاجمة في الشارع، لأن هناك بعض الأمور التي تحدث في بعض المدن الأمريكية التي تأوي مهاجرين غير شرعيين، أنه بعض المهاجرين الآن بدأوا يطرقون منازل الناس لطلب المال أو طلب المال في الشارع بالقوة. هذا الأمر يجب توقيفه. شكرا لكم.